العليم يسلم أهم محافظة جنوبية لقوات العمالقة، والانتقال يعلن الحرب. ماذا يحدث في عدن؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. سلم مجلس القيادة الرئاسي بتوجيهات من التحالف بقيادة السعودية والإمارات أهم محافظة جنوبية إلى ألوية العمالقة الجنوبية الموالية للإمارات، التي جرى إحلال قواتها محل قوات الجيش الوطني بعد اضطرار الأخير لإخلائها والانسحاب منها تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس المجلس الرئاسي. وأعلنت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد عبد الرحمن المحرمي أبو زرع رسميا مساء اليوم الأحد استكمال انتشار قوات العمالقة وبسط سيطرتها على الحقول في محافظة شبوة بعد إخلاء قوات الجيش مواقعها والانسحاب كامل اعتادها. جاء ذلك في تصريح لمدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي نشره في تغريدة على منصة التدوين المصغر تويتر. قال فيها: ألوية العمالقة الجنوبية تستلم من اللواء 107 التابع للجيش اليمني حقول جنة نفطية، وهي حقل الذهبة وحقل حليوة وحقل النصر بمديرية اعسلام بشبوة، زاعما أن ألوية العمالقة أكثر القوات انضباطا وهي التي حررت مديريات شبوة من ميليشيات الحوثي، في إشارة إلى ما يسمى عاصفة الجنوب، واعتبره مراقبون مسرحية لاستكمال إسقاط محافظة شبوة بعد ضغط التحالف لإقالة محافظها محمد بن عديو على خلفية مطالبته القوات الإماراتية بإخلاء منشأة بالحاف. ويأتي تسليم الحقول النفطية في شبوة لقوات العمالقة الجنوبية المنضوية ضمن فصائل القوات المشتركة في الساحل الغربي التابعة للإمارات استكمالا لبسط نفوذ أبو ظبي على كامل مواقع الثروات في المحافظات الجنوبية وموانئ تصديرها، بجانب سيطرتها على منشأة بالحاف لتصدير الغاز اليمني المسال منذ عام 2017. يشار إلى أن الإمارات سعت لبسط سيطرتها على شبوة عبر ميليشيات النخبة الشبوانية دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي ووحدات من قوات ما يسمى المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش بتمويل إماراتي في مدن الساحل الغربي.